أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: البرلمان يطلب من تركيا التريث فيما ليس لها وإعلان الطوارئ في العراق. نقرأ في الحياة: استراتيجية المآرب تخفق في فك شفرة الحكومة العراقية المقبلة. وفي الزمان جاء تحت عنوان: مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس كركوك لدعم محاولة استقلال كردستان. ونطالع في العربي الجديد: النظام وقسد ينسحبان من تل رفعت، واجتماع حاسم بشأن مصير منبج. في العرب اللندنية: الاجتماع الثلاثي الأردني الأمريكي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا. ونطالع في القدس العربي: مجلس الأعيان الأردني يرفع توصية للملك بسحب مشروع قانون الضريبة. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط: ماتيس يؤكد أن قمة ترامب وكيم تواجه صعوبات كبيرة. أهلا بكم. دائما توجد مناسيب منخفضة في نهري دجلة والفرات، لكنها زادت مؤخرا بسبب ما تقوله تقارير رسمية عن الأثر السلبي لسدود في تركيا وإيران على الأنهار التي تجري في العراق. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان: إن الاهتمام الكبير يسلط الآن على سد الموصل العملاق الذي يعد الأكبر في العراق، فبعد أن هدأت الأحاديث حول تشققات السد وإمكانية انهياره بسبب التربة المتفتتة التي يقوم عليها السد، جاء الكلام وفي توقيت سياسي مهم جدا عن الجفاف العظيم وتهديد الزراعة والثروة الحيوانية والإنسان، وبتنا نشاهد لقطات لانحسار مياه دجلة عند الجسور في الموصل وقرب بغداد وسواها. دول الجوار تهمها مصالحها الداخلية فقط، وهي تتصرف بحسبها، ولا أحد يلتفت للوضع الزراعي العراقي المتأثر من جفاف الأنهار. والمضحك أن لوم دول الجوار والأنهار في العراق مع مياه السد الموصل العملاق كانت طوال سنين تمضي إلى حيث ضياعها في البحر، من دون أن تقوم المشاريع الاستراتيجية للمحافظة على الأمن المائي بدل البكاء على الإطلال في كل أزمة. سد الموصل نفسه مساحة مائية هائلة كان من الممكن أن يكون مصدراً للثروة السمكية في العراق، لكن الصيد فيه بقي حصوراً بين الهواة أو المقربين من السلطات للحصول على سمك سمين لحفلات التحالفات السياسية والواجهات. كما لم تجرى أي عملية لتنظيم تكاثر الأسماك وتحديد أنواعها المفيدة للتغذية أو التصدير، ولم يدرس أحد إقامة مصنع لتجميد الأسماك أو تعليبها أو تجفيفها تبعا للحاجة للتصدير وكسب العملات الصعبة. لكن المضحك المبكي أن بحيرة السد ليس حولها شجرة واحدة، في حين أنها يمكن أن تغذي غابة. حقيقة الكاتب يرى أن المياه لن تشح في العراق إذا كان هناك خطط مائية وزراعية ومشاريع سدود صغيرة في كل منطقة من أجل ديمومة الزراعة، وهذا لم يخطر ببال حكومة تأكلها المصالح الحزبية والشخصية. هل فوجئ فخامة رئيس الجمهورية ومعه سماسرته الثلاثة ومعالي رئيس الوزراء وسعادة رئيس مجلس النواب وبرفقته كورس النواب ببدء تجهيل سد أليسو تركي؟ هل الحكومة ومجلس النواب وأصحاب المعالي والفخامة غاضبون من الخطوة التي قامت بها تركيا؟ هل هم منزعجون حقا مما يجري في منابع دجلة والفرات التي بحسب نظرية إبراهيم الجعفري لن تتأثر بالسد التركي لأن هذه الأنهر تنبع من إيران؟ هذه التساؤلات يطرحها علي حسين في مقاله في صحيفة المدى. ما أريد أن أقوله وأنا أشاهد مهرجان الخطب الثورية والأناشيد الحماسية التي يطلقها السادة النواب أن كل شيء جرى ويجري بعلم الحكومة العراقية ومجلس النواب
وبموافقتهم ورضاهم أو بإذعانهم الكامل. لم تقم تركيا ببناء السد في الخفاء، فهي أعلنت قبل 12 عاماً عزمها على إنشاء السد إليسو. فماذا فعلنا وكنا نملك موازنات انفجارية تجعلنا نبني أكثر من سد؟ صمتنا وانشغلنا بتقاسم الكعكة. من يريد أن يعرف حجم المهزلة التي وصلنا إليها، أتمنى عليه أن يبحث في موقع اليوتيوب عن لقاء مع إبراهيم الجعفري يقول فيه: هذه باكورة علاقاتي مع تركيا، وقد أخبرتهم أن نضوب حصة الماء في العراق سيؤثر على حضارة العالم. والآن دعوني أتساءل، هل تستطيع القوى السياسية أن تخرج على جماهيرها وتقول لهم إن إيران حولت مجرى مياه الأنهر المغذية لنهر دجلة إلى أنهر وخزانات داخل أراضيها؟ وهل يستطيع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أن يركب طائرته ويذهب باتجاه طهران وأنقرة ليخبرهم أن القضية تتعلق بمصير شعب وأن الحكومة العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي؟ الكاتب يختتم مقاله بالقول إنه بعد كل هذه الأزمات التي تمر على العراقيين فإن على الحكومة والسياسيين أن لا يحدثون إطلاقاً عن الشعارات البراقة والوطنية التي يريدونها وفقاً لمواصفات دول الجوار. لدينا في العراق مشكلات أكبر بكثير من الانشغال بالآثار المدمرة التي ينبئ بها تشغيل سد أليسو التركي على نهر دجلة. الحكومة تنتظر ربانها، والوزارات والهيئات والسفارات والمناصب الإدارية المختلفة تنتظر سفراً جديداً من عمليات النهب المنظمة من أجل الأهداف الحزبية العالية والقضايا المصيرية والحروب الأبدية. هذا ما أشار إليه مشرق عباس في مقاله الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية. ليس دجلة مشكلتنا الآن، فمآدب الإفطار والسحور العامرة في قصور السياسيين أكثر أهمية، فنحن نعول عليها كثيراً في ترطيب قلوبهم المجروحة من بعضهم، وصولاً إلى قبولهم بتنازلات لتشكيل الحكومة الجديدة وتسيير القوارب العاطلة، حتى لو على عجلات بعد جفاف النهر. في خضم الحملات الانتخابية وفتح بورصة بيع وشراء الأصوات والمواقف التي كلفت العراق نحو بليون دولار، كانت وزارة الموارد المائية قد طلبت 250 مليون دولار لإنشاء سلسلة من السدود في نهر دجلة تخفف من نتائج بدء تركيا بإملاء سد إليسو. ليست هذه مشاهد من فيلم نهاية العالم، بل مجرد أعراض متوقعة منذ سنوات يكتب عنها الخبراء ويحذر من تبعاتها المختصون وتنشرها المنظمات والإصدارات الدولية المعنية بالبيئة. فلماذا يستمر العراقيون أمام مشهد دجلة المحتضر اليوم وكأنهم يكتشفون الحقيقة للمرة الأولى؟ ولماذا بدأ السياسيون الذين أهدروا أموال البلاد ومقدراتها طوال 15 عاماً مضت بإطلاق تغريدات الرثاء؟ ولماذا استلمت الجيوش الإلكترونية إشارة البدء لاستخدام الواقع المؤلم كحملة جديدة في مفاوضات تشكيل الحكومة؟ ولماذا يقرر البرلمان عقد جلسة طارئة؟ بكل وضوح الكاتب يرى أن معركة بقاء العراق كانت وما زالت في حاجة إلى بناة حكماء لم ننجح في تقديمهم، ليس لأنهم غير موجودين، فقضية مثل كارثة سد أليسو حذر منها المخلصون مرارا وتكرارا واقترحوا استراتيجيات فعالة لمواجهة تداعياتها وطالبوا ببدائل مثل الاستثمار في السد إذا كان إيقافه مستحيلا، لكن صوتهم لا يمكن أن يكون مسموعا وسط ضجيج أمراء الطوائف واستشراء المواقف المزورة. قال صحيفة العرب الجرير إن البرلمان العراقي استغل ثغرة دستورية لتمديد عمره شهرا إضافيا واتخاذ قرارات مصيرية، وذلك بعدما أوشك عمر ولايته التشريعية على الانتهاء في الثالث من الشهر الجاري. ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مراقبين قولهم إن الثغرات في الدستور تمثل خطرا كبيرا وتفتح الأبواب أمام أزمات سياسية جديدة. الصحيفة ذكرت أنه من المفترض عرفا ودستورا أن ينتهي عمر البرلمان العراقي في الثالث من الشهر الجاري، لكن رئاسة البرلمان استطاعت تمديده إلى شهر آخر، مقررة أن الدستور لم يحدد يوما محددا لحله، بل نص على أنه ينتهي في شهر حزيران الجاري،
مبينة أن عدم تحديد اليوم يعطيها الحق باستمرار عمل البرلمان حتى نهاية الشهر. وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يخالف فيها البرلمان العرف المتبع ويستمر لشهر آخر، بينما يتوجه لاتخاذ قرارات مصيرية قد تغير من العملية الانتخابية برمتها. وأشارت الصحيفة إلى أن المراقبين يحذرون من خطورة الثغرات الدستورية في الدستور العراقي وإمكانية استعمالها من جهات سياسية لتحقيق مكاسب معينة ربما تنعكس سلبا على الواقع السياسي للبلاد. ونقلت الصحيفة عن الخبير السياسي محمد الذهبي قوله إن الثغرات الدستورية وكأنها وضعت بشكل مقصود لتحقيق المكاسب الخاصة لمن يعرف استغلالها، مبينا أن المالك استطاع يستغل الثغرة الدستورية بشأن الكتلة الأكبر في انتخابات 2010 وسحب البساط من تحت قائمة أياد علاوي التي فازت بالمرتبة الأولى. الصحيفة تقول إن المراقبين يؤكدون أن الجهة نفسها اليوم مع جهات أخرى هي من استطاعت أن تمدد عمر البرلمان بالطريقة السابقة ذاتها، ما يعني أن الدستور مليء بالثغرات التي تستطيع جهات معينة الاستفادة منها على حساب خصومها، محذرين من استمرار التلاعب بالدستور وخطورته على المرحلة المقبلة. كشف الكونغرس الأمريكي عن مسؤولية جيش بلاده عن مقتل 500 مدني حول العالم خلال 2017، وهو العام الذي تولى فيه الرئيس دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض. وبحسب دراسة للكونغرس نشرت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست، فإن غالبية القتلى المدنيين سقطوا خلال مطاردة عناصر تنظيم الدولة، في حين اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأرقام أقرب للدقة وذات مصداقية، خاصة أنها تتحدث عن عمليات وقعت في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن. جماعات المراقبة وخبراء قانونيون شككوا بحقيقة هذه الأرقام، وقالوا إن البنتاغون ربما يخفض بشكل كبير عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات الجيش الأمريكي وغيرها من العمليات العسكرية الأخرى بسبب وجود نظام خاطئ للتحقق. وتقول مديرة منظمة العفو الدولية في واشنطن دافني إفياتارا إن وزارة الدفاع اعتبرت أن الغالبية العظمى من ادعاءات الإصابات المدنية غير موثوقة ولم تجري أي تحقيق بشأنها على الإطلاق، ومن ثم فإنها شطبت هذه الأعداد الكبيرة من قائمة ضحاياها، علما أن بينها عدد كبير ممن يتوفون لاحقا. من جهتها قالت منظمة إيرور المعنية بالتعقب والتدقيق في مزاعم الضحايا باستخدام معلومات من وسائل الإعلام أن العدد الفعلي للقتلى المدنيين الذين سقطوا على يد القوات الأمريكية ربما يصل إلى 6000 مدني خلال عام 2016، أغلبهم يتركزون في العراق وسوريا. فيما جادل رايان جودمان الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نيويورك والمسؤول السابق في البنتاغون بشأن حقيقة الأرقام، مؤكدا أن التقرير لم يتضمن معلومات طلبها الكونغرس حول حالات مؤكدة ومشكوك فيها بشكل معقول، وقال إن التقرير الأخير لا يظهر حقيقة كل القتلى المدنيين. الصحيفة تشير إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع دافعوا عن الاحتياطات التي يتخذونها لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، مستشهدين بتدابير تفصيلية اتخذت لتحديد المواقع المستهدفة وحساب مناطق الانفجار قبل الغارات الجوية. لكن التحدي الذي يواجهه القادة العسكريون ازداد، خاصة أن المعركة تكون في غالبية الأحيان عن بعد باستخدام الطائرات وشركاء المحليين للحد من الضرر الذي قد يلحق بجنود الأمريكيين. على الرغم من كل الكلام الصادر عن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن شرعية الوجود الإيراني في سوريا، هناك ما هو أهم بكثير مما يقوله بشار الأسد أو وزير خارجيته. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الأسد الإثم ووزير خارجيته يحاولان إقحام نفسيهما في موضوع لا علاقة لهما به إطلاقا، هو موضوع الوجود الأجنبي في سوريا. هذا الموضوع مختلف كليا عن تصور النظام للوضع السوري. هناك سؤال في غاية البساطة يتجاوز كلام بشار والمعلم، هو هل يمكن أن تقبل إيران بالخروج مع ميليشياتها من الجنوب السوري ومن سوريا كلها لاحقا؟
الجواب أن الضربات الإسرائيلية التي تلقتها أخيراً في ظل تواطؤ روسي واضح قد تكون أكثر من كافية لإقناعها أن لا خيار آخر أمامها. السؤال يتضمن قد كبيرة نظراً إلى أن إيران تعرف تماماً ماذا يعني خروجها من دمشق ومن الجنوب السوري ثم من سوريا وانعكاسات ذلك عليها. يبدو خيار خروج إيران وميليشياتها من الجنوب السوري خياراً صعباً بالفعل في ظل الاتفاق الروسي الإسرائيلي. سيظل السؤال الحقيقي المطروح: ما التعويض الذي ستحصل عليه إيران في سوريا نتيجة اضطرارها عاجلاً أم آجلاً إلى الخروج من سوريا كلها؟ هذا إذا كان هناك من هو مستعد لإيجاد مثل هذا التعويض ودفع ثمنه. الأكيد أن إيران ستقاوم الاتفاق الروسي الإسرائيلي جاري العمل عليه، ستحاول الالتفاف على الاتفاق، خصوصاً أن الهدف الروسي في نهاية المطاف هو إبعادها عن دمشق، حيث يسعى بشار الأسد بعد فوات الأوان إلى اللعب على أي تناقضات روسية إيرانية. كان آخر دليل على ذلك كلام وليد المعلم الذي لا يمت للحقيقة بالصلة عن شرعية الوجود الإيراني وعن الربط بين الانسحاب الإيراني والانسحاب الأمريكي من التنف. الكاتب يختتم مقاله بالتساؤل: إلى أين ستذهب إيران؟ هل تذهب إلى الانسحاب من الجنوب السوري تمهيداً للانسحاب من سوريا كلها مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على النظام في طهران، أو إلى مواجهة على صعيد المنطقة برمتها ليس ما يشير إلى أنها قادرة على خوضها؟ بعيداً عن السياسة، توفي الملياردير الأسترالي المسلم علي بنات الذي تبرع بكل ثروته قبل وفاته لفقراء المسلمين الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 33 عاماً بحسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية. ومنذ لحظة وفاته تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع العديد من مظاهر حياة بنات التي كانت مترفة جداً قبل أن يحول وجهته بعد تشخيص إصابته بالسرطان ليبدأ حياة جديدة يملؤها العطاء بعد أن تبرع بثروته الطائلة لإسعاد فقراء المسلمين في إفريقيا. وتحولت حياة علي بنات بالكامل عقب معرفته بإصابته بالسرطان في عام 2015، وأخبره الأطباء وقتها بأنه ليس أمامه في الدنيا أكثر من 7 أشهر، لكن بمزيد من الإصرار استمر عطاؤه لثلاث سنوات كانت عامرة بعمل الخير. وفي مقطع له على موقع يوتيوب يقول بنات إنه أصيب بالسرطان في جميع جسده، حيث قرر تغيير حياته لمساعدة الناس، واستشعر وقتها قيمة النعم التي يعيشها الإنسان، ولفت إلى أنه فور علمه بمرضه قرر أن يترك تجارته الرابحة ويعيد النظر في حياته برمتها. تابع متابع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.